وإن يعني أطلنا عليكم شيء زين واستفدتوا منا والجاي أكثر إن شاء الله والأمور طيبة وحنا معكم وأنتم معنا. الله يعني صح في بعض الحاجات حصلت بهالبرنامج فأنتوا على المقاس ستر وغطاء يعني بالنهاية هم ستر وغطاء. حنا بالذات بعد ليلة البارح يعني كانت الصراحة إيش تري يقول كيك على كرز على الكيك من الفراولة هي كانت البارح الصراحة فكانت بعض الأمور على ما قال ربيع تبينت لنا من أخويانا مسوي انك انت طالع من الموضوع. انا كيف طالع من الموضوع؟ انا قال ربي انا مالي شغل. نعم انا اقول لا تبينت تبيان الهدى. الله 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 بالعكس انا ما زيد على ابو محمد الا كلام طيب. ان كانك تتوقع يا ابو محفوظ ان كلام ربيع فيه دقه بالهرج منه من هذا شيء ثاني يا شباب اخر حلقه فانا اقول يا طويل العمر الصراحه سؤال مزعجه. هذا ثاني برنامج مع ابو زعيزعي وثالث برنامج مع ابو محمد وثاني برنامج مع ابو رسي بس مختلف اللوكيشنز زين واول برنامج مع جابر متشرف جدا وانا الصراحه اقول ان شاء الله انها الختاميه لا 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 طبعا هذه البدايه ان شاء الله مع ابو محفوظ باذن الله ما راح اقول الثالث هذا راح تكون البدايه معك باذن الله الله يحييك ونقول الله ييسر ان شاء الله. كيف التجربه؟ والله كانت أسوأ من 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 مما تتخيل مما تتوقع بشكل كبير يعني لكن الصراحة للمين المين للمغرضين لكن عن نفسي أنا والله أنها أجمل ما توقعت ولا هي بالذمة. الله جميل. الله الله أنت أخذت الوداع بنظرة إيجابية لازم يعجبني فيك التفاعل. شوف أنا بقولك حاجة يعجبني فيك الإيجابية. شوف أنا بقولك حاجة دائما يقول يا طول عمر السلامة كل شيء سيء في هذا الحياة كل شيء سيء في هذا الحياة له نظرة إيجابية وحتى